دولة جارة مسلمة صبرت على العراق. القانون الدولي يقول لها روحي أخذي تعويضات على الحرب العراقية الإيرانية 1,100 مليار دولار، على العراق أن يدفع 1,100 مليار دولار إلى الجمهورية الإسلامية تعويضات عن الحرب. الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح، نعم نحن مع الإمام. شو تريدون تقولون؟ هل هو تطبيق لشعار إيران برا برا؟ على العراق أن يدفع